الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب سريع الأسئلة. سؤال يقول: من فضلك يا شيخ شرح وتفصيل في مسألة القدر. القدر يا أخواننا، الإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان الستة الواردة في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل الطويل، حديث عبد الله بن عمر أو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهي ركن من أركان الإيمان الست. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، وفصل فيها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الواسطية. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط لجميع الأشياء الكائنة أو التي كانت أو التي ينبغي أن تكون كيف تكون، فتؤمن بعلم الله بالمقدورات. الشيء الثاني: تؤمن بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الثالثة وهي الكتابة، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال: لو أكتب. قال: ما أكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الرابعة وهي التقدير أو الخلق، كما قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع الأشياء. ربنا قال: والله خلقكم وما تعملون. ضلت في مسألة القدر، ضل في مسألة القدر نوعين من الناس. النوع الأول وهم من يغلون في إثبات القدر، وهم الجبرية. يقول لك: الإنسان وأصلا ذاته ما عنده إرادة، فهمت؟ وديل بنجي لهم بعد شوية، ودي زي الصوفية. النوع الثاني وهم القدرية، الذين ينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أو أنها تكون بقدر الله، وأن الإنسان مخير مطلق التخيير، وهؤلاء كالشيعة والمعتزلة، فهمت؟ وإنت كمسلم المطلوب منك تؤمن إنك عندك مشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج من مشيئة الله، وأن أفعالك ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك صفتين. الصفة الأولى كما قال ابن عثيمين هي الإرادة، والصفة الثانية هي القدرة. فبالقدرة والإرادة يفعل الإنسان الأشياء. داير تأكل، داير، طيب ما قادر تأكل، تقدر تأكل؟ ما بتقدر تأكل. بتقدر تأكل وما داير تأكل، بتأكل ما بتأكل. فالإنسان لابد أن يعمل ويعلم أنه يعني عنده مشيئة، وربنا سبحانه وتعالى جعل له مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا تخرج من مشيئة الله سبحانه وتعالى. يحتج بالقدر، دي مسألة مهمة، في المصائب لا في المعايب، فهمت؟ يعني وقعت مصيبة يقول لك: يا زول ما كان تسوي البتاع ده كويس وانت ما فرطت وكده، تقول له: قدر الله، قدر الله، فهمت؟ مثلا الدكتور عندك، مثلا قريبك ولا كده، زول عزيز عليك، الدكتور بذل ما في وسعه بعد ذاك يتوفى، ما ممكن انت تقول له: ده شنو يا دكتور وانت اصلك ما نافع من البدايه ولازم اغرمك. يا زول، زول عمل اللي بوسعه، بعد ده تقول ربنا قال: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعاقبة عند الصبر، عند الصبر عاقبة عظيمة. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة المخزومية كانت زوج أبي سلمة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه،
فلما توفي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم معزيا وعلمها الدعاء، قال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ أبو سلمة ده اللي بحصل منه. قالت: ولكني قلتها فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أيضا أن الصبر عند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تندب ولدا لها وهي على قبره، يعني حزينة على وفاة ولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالصبر، فقالت: إليك عني فإنه لم ينزل بك ما نزل به. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. ودي برضو يا أخواننا فائدة، الناس دائما في أماكن العزاء وكده، انت ذكرهم بالسنة، كان عمله معك شمطة انت بلغت العليك، لأنه هنا ممكن بعض مرات يسيب لك دين، فده كده هنا بعد ده ما بجوز انك يعني تخش معاه في كلام زي ده، لأنه دي مفسدة بتكون أكبر. المهم، فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أو كنت تدرين من تكلمين؟ قالت: لا. قالت: هذا رسول الله. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ابني، أو كما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عرفت؟ عشان كده الشغل، شوف الإيمان بالقدر يفيدك أمور. أولا يفيدك الثبات، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهمت؟ والزول ما بيؤمن بالقدر بيخش بتاع الحمامات ده، يديه ورقة فيها 400 لون و400 شخبة يغشه، يقول لك الحجاب ده بتاع سكين ما بتمش فيك، وكان في وهابي داير يعمل لك كده إن شاء الله ما بتمش، وكان مشت أدق طوبة. طيب أسوي بقى شنو؟ أنت ما قلت لي ما بتمش فوقي، أنا داير لي حاجة ما بتمش فوقي، فده كله لعب ساي. أنت إذا بتؤمن بالقدر، عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس إيمانا بالقدر، بيعملوا بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده درع، النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر، كان بيعمل بالأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مغفر. مغفر ده شنو؟ ده الخوذة اللي بتغطي الرأس من الضربة، يعني مثلا أنت سايق موتر أعمل خوذة، فهمت؟ دي من الأسباب. عشان كده يعني الإنسان لابد يعمل بالأسباب ويحتج بالقدر في المصائب، أما في المعاصي ما بتحتج بالقدر. واحد تلقاه بيزني، ده شنو يا زول؟ يقول لك قدر الله. يا زول، وده الشغل بتاع الصوفية الآن اللي بيأصلوا له، بيأصل له حامد بابكر وقبله البرعي، قال وقد رووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، إلى أن يقول: قال: وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم، أول بفقه ما تشابه منه تأويلا خير مؤول ومترجم، يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم، فهمت؟ إلى أن يقول، وبعدها قال وشنو كده ما عارف: وللخضر مع موسى الكليم قصة، ما عارف أيها اللبيب فافهمي. قال لك أنت تشوفه ما تسأله ليه، لأنه الشيخ ده شيخ واصل، وده كله من الزندقة ومن الكفر، وده الشغل بتاع الحلاج. حلاج زول مستهبل ومجرم صوفي. الإمام ابن كثير رحمه الله ترجم له في البداية والنهاية سنة 310 هجرية، الحسين بن منصور الحلاج كان شفاتي، كان مجرم كبير. انت عارف ده كان بيعمل شنو؟ قال وكان يستحل الفروج، بيشوفها حلال. قال: وإنه يوما أتى إلى امرأة ولده، ربنا دي من المحرمات، ربنا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجات أولادكم اللي من أصلابكم ما بجوز لك تعرسها. فده قال كان داري يزني بها صلاة الصبح، فاستيقظت بدت تكورك، قال لها: قوم الصلاة. مجرم يا بلق ابن كثير، ده كان داري يدق فيها مقلب. عبد المحمود نور الدائم بتاع صاحب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية برضو أصل للزندقة دي، قال
ورأى تلميذ شيخا يزني بامرأة في مريد قام شاف له شيخ بيزني بامرأة فلم يتغير من خدمته شغال يخدم في الشيخ والشيخ قام يوم كاشفه قال له يا أخي أنت أنا عارفك شفتني وكده لما زنت بالمرأة قال مالك ما فتت وما تغيرت قال منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم ولكن صحبتك على أنك عارف بالسلوك شوف ده الاستدلال بشنا يا أخوانا ده الزندقة ودي الخيابة ودي الدياثة ما الناس كلها ما معصومة النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على صحابة أجلاء على ماعز رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الجنة أصاب حدا فأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد عليه فهمت؟ وده كفارة له فداك بقى يأصل قال والفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما فهمت؟ وبعد ذلك قال له وفق هكذا وإلا فلا عشان كده ود بدر في كتاب سراج السالكين وده نفس كلام البرع الجبال قال وإن رأيت منهم من تعدى وناح وفعل أفعالا قباح قال ولو أنه يأتي البهائم فلا تنكر فلربما يحصل للنخل اللقاح ولربما شنو كده الإنسان وارتاح يا زول ده شغل بتاع زندقة تقول لي لقاح بتاع أنا بجيب ساطور بركبك في راسك ده كله شغل بتاع زندقة ساكت عشان يستحل به المحرمات يعني المجتمع في الإسلام دارين يقسموا له طبقتين طبقة الشيوخ ديل ما عندهم حاجة يسمها حرام وما بيصل عليهم حد إذا أصابوه ما يقيم عليهم حد وطبقة بتاعت بقية الناس يقول لك ده علم الحقيقة وده علم الشريعة وده كله من الزندقة وده نفس الكلام الناشرين التجانية إنه في علم حقيقة وفي علم باطن يقول لك وده نفس كلام البرعي يقول لك في حاجة يستدل بقصة موسى والخضر في سورة الكهف إنه قتل الغلام وقد السفينة وبنى الجدار ويقول لك دي كلها عبارة عن أفعال مخالفة ولكن موسى عليه السلام في نهاية الأمر سلم له الحال نحن بس بنديك دليل واحد بس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة في كتاب التفسير وكتاب حديث الأنبياء وغيره فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حكى القصة والقصة طويلة قال لما ركبوا السفينة وقداها الخضر عليه السلام موسى قال له قديتها كيف الناس ركبونا من غير قروش ادونا ساكت ركبونا ساي فبعد ذلك قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا تعلمه فهمت؟ شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذه العبارة قال أي زول دار يفعل الأفعال بتاع الخضر يلزم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الرسول في زمان الخضر منه؟ موسى عليه السلام مش؟ طيب نحن الرسول في زماننا منه يا أخواننا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يلا إنت يا برعي ويا مكاشفي ويا ود بدر ويا عبد المحمود نور الدايم ويا الجعل بتاع كدباس ويا الختمية ويا التجانية ويا إبراهيم الكولخ السنغالي وغيره لو داير تستدل بالقصة دي لازم تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وإذا قلت كده إنت كافر ما عندك أي علاقة بأي دين سماوي فهمت الكلام ده؟ كده الحجة بتاعتك انتهت عشان كده العلماء قالوا الخضر عليه السلام كان نبيا وعنده شريعة ليست كشريعة موسى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى الأنبياء كلهم جاب التوحيد لكن بتلقى أي رسول تفاصيل الشريعة عنده شنو يا أخوانا مختلفة مثلا لو إنسان دار يتوب من القتل في زمن موسى عليه السلام يعمل شنو ربنا سبحانه وتعالى
وإذ قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم مثلا اتخاذ العجل، قال باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم أعمل شنو؟ فاقتلوا أنفسكم، عبدتوا العجل دارين تتوبوا تقوم تطعن نفسك بسكين. طيب أنا الآن في الشريعة بقيت أنادي الشيوخ، بقيت أنادي أبصلع مثلا، داير أتوب أعمل شنو؟ داير أتوب أستغفر الله سبحانه وتعالى وأشهد شهادتين وأواصل في عمل الصالحات، ما بقتل نفسي وهكذا. عشان كده ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من العلم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فده كل أخواننا من الزندقة والكفر أجابوا لنا الصوفية شان يلعبوا على عقول المسلمين، قال هل يجوز تلقين الميت وهو في قبره الأسئلة كسؤال منكر ونكير؟ ما بيستفيد حاجة. ليه؟ لأنه أنت داير تلقنه الثبات من منه؟ ثبات من الله. عشان كده السنة لو داير يقول الأسئلة دي جاوب عليها في الدنيا تنصح، وعند الموت تلقنوا التوحيد، في الدنيا تنصح بالتوحيد وعند الموت تلقنوا التوحيد، ولما يدفنوه تسأل له الله، تسأل له الله. كل المقامات دي مقامات بتاع التوحيد. أما البدع بتاعت الليلة يقعدوا ثلاثة بيجاي يجوك الختمية تلقاهم شايلين نخل، انتوا فرقة البالمبو ولا شنو؟ شايلين نخل مالكم في العاصي شنو؟ تلقاهم شايلين نخل. وواحد من اخواننا قال لي ها؟ قال له واحد مات الجماعة شالوا نخل، قال له دخل البتاع ده معه في الكفن، يتأول حديث على غير تأويله، قال له دخل الشغل ده في الكفن. اخونا نصحه قال لي يا اخي الكلام ده بيدعم ابجوس قريب الميت ده، قال له قلت لك دخله. طبعا ما ده تنصحه كيف؟ دخل معه الميت ده غايته، نسأل الله غايته يعفو عنه وما يكون يعني زول زي العوالق ده، فهمت؟ وبدع كثيره جدا، ويجي يقول لك لا اله الا الله، مودين لا اله الا الله بدع ولا اله الا الله. بعد ما يدفنوه يا فلان قول كده، يا فلان قول لا اله الا الله، يا فلان اذا سالك نكير، يا زول ده ما بينفعك كده. ربنا قال يثبت الله الذين امنوا، الله اللي بيثبت. عشان كده شوف امورك دي مما ربنا خلقك لغايه ما تسال الله يدخلك الجنه، دي كلها عند الله، غير الله ما عنده اي حاجه. داير بتفلح بالتوحيد تمشي عديل، ما داير بعد ذاك باري لك اي طريق. المشكله الكبيره الناس بيقول لك يا اخ طبعا دي الجهال ساي، يجيك واحد دكتور اخو مسلم يقول لك طبعا هؤلاء جهال يعني، فلا تؤاخذوهم وانت ما تعمل لنا مشاكل في المغابر وكذا. كذاب يا زول، ديل ما الجهال، ديل صلوا لهم شيوخهم تقالوا قالوا براو. البرعي قال في كتاب لك سلام مني، قال له وله يؤانس في الوحده والشبير، بيتكلم عن احمد الطيب، قال للحجه يلقن باحسن التعبير، يقوم بيجيب له بتجويد ويجيب له مجيها وقل يا فلان كذا وكذا ويلقن له، فهمت؟ قال للحجة يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس في الوحدة والشبر. ده قالوا البرعي، تقايل قالوا منه؟ قال الأولياء بيلقنوا الزول الميت لا إله إلا الله، بيلقنوه، فهمت؟ وجابوا لك أحمد الطيار ولا مين؟ أحمد الطيب البشير عنده صاحبه من الأولياء قال مات، بقى يتكلم معه في القبر. دي عبا الصوفية، ده عبد المحمود نور الدائن بتاع زاهر الرياض وغيره وغيره من الكتب، ناس مضلين ومجرمين. قام قال له اسمع الشيخ داك مات، قالوا قاموا للزلاء واحد يكون قريب يشوف الشيخ ده لما يتكلم يعني حيقول شنو، لأنه الشيخ ده ما بقول ساكت ما بيتكلم ساكت. قال له المريد بقى قاعد قريب منه وداك ما شايفه، يا زول ده مدسي ورا قبه ولا شنو؟ دي بومبا، فهمت؟ الميم قال قاعد جنبه، قال له اسمع يا فلان انا دار اديك من عمري 30 سنه لانك انت انسان صالح في القبر. قال له لا 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 لا، اصل انت زيك ماف، انت غوص الزمان يا اخي، انت اذا قعدت حترشد ناس كثيرين الى الله وانت الغوص. قال له لا لا يا خديك لا لا، قال له ما داير يا زول هاي. قال ثم ودعه وذهب، قال له خلاص ان شاء الله نتقابل القابله على امانيك. يا زول انت بتلعب علينا نحن؟ ده شغل بتاع صوفيه وعقائد باطله. انت تخلي عقيدتك في الله
تصحح العقيدة تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي بينفعك إن شاء الله في القبر وفي أهوال القيامة وفي دينك ودنياك. وأفتح الفرصة للمتحدث من بعده. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.